مرحبا. اهلا وسهلا. تعرفين على حضرتك؟ رباب مسلح بيت سحور. اهلا وسهلا. ايش رايك بمدينه بيت لحم كمدينه السلام؟ هي من ناحيتها مدينه السلام، بس احنا عايشين على هذا الامل ان شاء الله يوما ما، بس احنا يعني في جوانا السلام، بنشوف استقرار داخلي ونفسي يعني، وإشي بنطلع له للمستقبل، للظروف اللي حوالينا، ولا إشي أحلى يعني حياة هادئة في الخارج. بس إحنا منحس إنه هاي أأمن مدينة في العالم، لأنه جوانا إحنا السلام، يعني ما مندور عليه في حدا برانا. بس إن شاء الله ظرف البلد يتحسن، يعني المفروض نتوقع مهرجان زي هذا يكون كتير أزم بالناس أكتر من هيك، في عدد في إشي، وهذا بيعكس الوضع الاقتصادي اللي في البلد يعني، وهي كمان كلها أوضاع بتعكس بعض. فإن شاء الله يوما ما أنه يصير وضع أكتر أنه نحكي عنه استقرار. يعني كونها بيت لحم تحتوي المسيحيين والمسلمين، ما في أي أنواع من أنواع الخلافات بينهم، مع أنه يطلق عليها مدينة السلام. لا، الخلافات أساسا مش بينها، لا يعني لا عمرها كانت ولا صارت بينهم. الخلافات أساسا عوامل خارجية بتيجي، ونتائج بتكون نتائج لظروف، يعني بتكون ترسبات لظروف أخرى، يعني مش مشكلات بين أديان يعني. وإحنا انخلقنا في بلد الأديان، وما يعني فيش عنا مشاكل بين الأديان، لأنه هي أساسا موجودة من مع بعض، مكونات في هاي البلد. مرحبا. أهلا مرحبا. عارفينها حضرتك؟ وفاء عزر من بيت لحم. أهلا وسهلا. مدينة بيت لحم مدينة السلام، إيش رأيك؟ طبعا هي مدينة سلام، وأهم إشي فيها ميلاد المسيح يعني، فبنتمنى ميلاد المسيح اللي فيها يرجع المحبة والسلام في قلوب كل فلسطيني عنا، وفي قلوب كل العالم يعني. بتمنى إنه نرجع لزمن ميلاد المسيح اللي يشوف المحبة والسلام فيها، مش هالاضطرابات اللي بتصير والواحد خايف يطلع من بيته في هذا الوقت. فإن شاء الله إن شاء الله يعني بتصير فيه محبة وسلام للكل، ويحنن قلوب الرؤساء على هالشعب كلها إن شاء الله. شكراً لك. الله معكم. شو رأيك بمدينة بيت لحم كمدينة رمز للسلام؟ مدينة لحم مدينة سيدنا عيسى، وطبعاً رمز للسلام، وبتضلها طول عمرها للسلام. وزي ما أنت شايف أجواء الناس بدها تعيش، والناس حب السلام وحابة تعيش بسلام. وهي انت شايف الحكي هذا في الشارع يعني. 100 اهلا وسهلا.